في فيديوهات السابقة حكينا عن أهم تمارين ما بعد عملية ترميم الرباط الصليبي، حكينا عن أهم التمارين ما بعد الأسبوع الثاني، أهم تمارين ما بعد الأسبوع الرابع وبين الأسبوع السادس. في هذا التمرين رح نحكي عن أهم تمارين ما بعد الأسبوع السادس. تعالوا نكمل مع محمد رحلة العلاج إن شاء الله. طبعا في هذه المرحلة رح نركز على تمارين البروبريسبشن، تمارين البالانس. رح نعطيكم واحد من هاي التمارين. رح نثني رجل شوي محمد، نحافظ انه الركبة على استقامة مع اصابع الرجل، يعني ما تدخل لجوا اثناء التمرين وما تطلع لبرا. نوقف على رجل واحدة، بالرجل الثانية نحاول عملية بالضبط للامام وللخلف. بنكرر هذا التمرين 10 إلى 15 تكرار، ومنريح ومنعيده 3-4 أو 5 مرات زي ما بدنا. تمام، كمان مرة. أهم شيء إنه الركبة لا تدخل ولا تطلع لبرا، يعني تظل محافظين على اتزانها بشكل مستقيم. ممكن نزيد درجة أو ليفل تاع هذا التمرين بهذا الشكل. كمان إحدى الطرق لزيادة أو رفع مستوى هذا التمرين لدرجة أعلى، 10 ثواني بنقدر نثبت ونريح. بنكرر هذا التمرين 10 إلى 15 تكرار. يعني زي ما إحنا شايفين هذول التمارين بنركز فيهم على بريبريسبشن اللي هو الإدراك الحسي العضلي للمفصل الركبة والتوازن في نفس الوقت. لازم نحافظ على ثبات الركبة إنه ما تروح للداخل ولا للخارج قدر الإمكان. كمان واحد من التمارين المهمة زي ما احنا شايفين اللي هو الفاست فيت. كمان واحد من التمارين المهم اللي هو الجمب ستوبس. كمان واحد من ما ننسى كمان تمارين الإطالة للإليوتيبيال باند من التمارين المهمة في هاي المرحلة. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ما تنسوا تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب. نشوفكم على خير.